صباح الخير البنات، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. كي دايرين اش كتعاودوا؟ اموركم مزيانة؟ نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة. كي دايرين؟ كي دايرين وليداتكم، والديكم، ازواجكم، معز عليكم، كلشي ان شاء الله يكون على ما يرام وبصحة جيدة، ويكون صباح زوين ومنور وفيه الخير والبركة ان شاء الله، والرزق والتيسير للجميع. صباح البنات، هذا اول حاجه كنديرو لي نوضي فطار، الفطار لي نوضي شقال ربات بيت، اللي عندها الخدمه كتنوض تخرج خدمتها، اللي كيقرا كينوض يمشي للدراسه. هذه هي الحياه البنات، ضروري هادشي منه لا مفر. الحمد لله على كل حال، الانسان يكثر من الحمد وترزق على الله ويطلب الخير باش يلقى الخير ان شاء الله. انا صباح البنات، راني دابا راني في الخدمه، بادي كنخدم ملي ما بقى دابا الخوت عندي شويقه الدنيا، قلت اجي ندير واحد فيديو بسيط نهضر مع البنات ونهضر مع العائله والجيران والاحباب. الله يسهل الجميع، الله يعطي كل واحد اللي كيتمنى في خاطره ويكون فيها الخير. البنات خدمه ولا بد منها، كتخليك كتكون اكتيف اكثر، كتخليك انك كيكون عندك الاكسبيريونس اكثر، كيخليك انك تفرض الوجود ديالك وتفرض الحضور ديالك. الله يسهل على الجميع، اللي باغي يخدم الله يسهل عليه، اللي كيقرا الله ينجحه وييسر ليه اموره، اللي باغي اللي مزوجته هي الله ييسر ليها والله يكمل عليها بالخير. اي واحد ندعيه معاه بالخير باش الله يعطينا الخير ان شاء الله. البنات دابا وقت الامتحانات، نطلب الوليدات الله يسهل عليهم، وكنتمنهم انهم يحفظوا 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 باش ان شاء الله تكون النتيجه اللي هي زوينه. كيقول لك من جد وجد ومن زرع حصد، اللي دار شي حاجه ان شاء الله غيلقاها. المهم ان الانسان يحفظ 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 الى بغى ينجح، ويكون ان شاء الله يشوف واحد الهدف اللي هو زوين، ويكون عنده نظره للمستقبل اللي تكون مخيره، وتفرحوا وتفرح عائلته ووالديه والاحباب ديالو. الله يسهل عليكم، اي واحد اللي باغي شي حاجه فيها الخير الله يسهل عليه ويجيب ليه التيسير. قلت اجي اجي الصباح ان شاء الله، بغيتو يكون زوين ليا وليكم ولاي حد اللي دابا غيبغي اللي غيتفرج فيا وغيشوفني. كنطلب الله دعيو معايا الله يسهل عليا، وتنتوما الله يسهل عليكم والله يلقيكم طريق الخير ان شاء الله. وهادشي اللي كان هادشي اللي باغيه، كنقول اجي نتحدث معكم شويه، نعاود ليكم، ندعيو مع بعضياتنا، نفاجئوا على بعضياتنا، لان دعوه الخير الدعوه اللي فيها خير كتبغيها ليك وكتبغيها للناس العزازين عليك. وانا كنتمنى اي حاجه فيها الخير بغيتها ليا، بغيتها لكل شيء ان شاء الله. كاع اللي كيشوف فيا وكاع اللي كيقول فيا الخير الله يسهل عليه والله يرزقه من حيث لا يحتسب. هادشي اللي غنقول لكم البنات، دابا الصباح نبقى خدامه ان شاء الله، نكمل معكم الفيديو من بعد ان شاء الله. السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. من بعد الصباح ما دردشت معكم واحد شويه، يعني راه عندي النهار كامل خدمه، قلت اجي دابا راه خرجت اجي نشد مع البنات شويه. بين ما وصلت للدار الشمس البنات اليوم شدت شويه الحراره صراحه، ما كتجي فين توصل العشيه كتولي باغا امتى تخرجي، هذا هو الوقت المغادر اللي يجعل البركه. بنات الخدمه كتبان لي شي حاجه اللي من ولات من الضروريات الانسان يكون خدام، ماشي بالضروره تكوني خدامه على برا وخا تعرفي تخدمي حتى في الداخل حتى في الدار. اي حاجه نديروها اللي نهزو بها روسنا نعولو بها على روسنا، كونوا محتاجين شي حاجه ما نبقاوش يعني الانسان واخا كيعطيك كيعطيك ما كيعطيكش داكشي اللي باغا. وتاني حاجه كتحققي الذات ديالك وكتحاولي كتقولي راه كندير شي حاجه، اما الانسان يبقى غير هكا مكيلاش، اما نعولو على روسنا وكيخلينا تنكونو تا كيخلينا تا كنكونو اكتيف، وكيخليونا تا كنحسو بالمسؤوليه، نحسو بالمسؤوليه ونحسو براسنا باننا راه بزاف الحوايج باغي نديروهم وبزاف الحوايج تابعينا.
مزيان الانسان. انا كنشجع اي واحد اللي كيكون عنده ديك الطاقه الايجابيه ديال الخدمه، الطاقه الايجابيه ديال انه كيكون موجد وكينوض كيقضي، كيكون موجد وكيقول هاد الحاجه تابعاني نديرها، هاد الحاجه بغيت نديرها، هاد الحاجه بغيت نوصل ليها. صراحه كنشجعو بزاف، لان الانسان اللي كيكون عنده الرغبة انه يبغي يدير، يعني كتشوف انه غيكون كتشوف كيكون بحال هكا، عنده ديك الرغبة كتبان لك فيه ديك المسؤولية، كتبان لك ولو عاد على راسو، ماشي بالضرورة انه ما عرفش شنو غيدير الناس. الشيء اللي دار على راسو كافية، يكفي ان الانسان يقضي على راسو، ماشي بالضرورة يقضي للاخرين. وكيكون تا الدماغ ديالو كيكون كيبان لك بانه عنده تفكير اللي هو طائه، التفكير اللي هو ايجابي. الناس خاصني شي نهار ندير معاكم شي حلقة على السيركيلاسيون ديال كازا، من أصعب من أخطر. خصوص مع العيالات، كلش بعض المرات الاحترام، بعض المرات حتى القانون ما كيطبقش كيف ما خاصو يكون. يعني يقدر يمشي زربان باغي يمشي، وكل شيء باغي يحرق المراحل، وكل شيء باغي. انا شاركت معكم خرجة اللي خارجة دابا غدا بحالاتي، ندردشو شوية، نجمع شوية. صراحة بعض المرات، على فكرة بعض المرات كنكونو عندنا ديك الرغبة، باغين مع من نجمعو، باغين مع من نهضرو، باغين نتحتو، بغينا نعاودو، بغينا نخرجو ديك الطاقة اللي عندنا. على فكرة أي واحد كيسوق يحاول ما أمكن أنه يرد باله بزاف، مزيان 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 مع الطريق، لأن الطريق صعيبة بزاف، خصوص في الطرق الرئيسية ووسط المدينة كتكون شوية قاسحة، واحد يرد باله. خصوص دابا في هاد الوضع، دابا العشية، يعني الإنسان كلشي اللي جاي من الخدمة داكشي كيولي عنده ديك أنه باغي فيه ساع يوصل، باغي فيه ساع ديك الصورة على الإنسان. ما كيديش، ما كيقولش الطريق راه خصني نتابع ولا شي حاجة، باغي يوصل باغي يوصل. قلاولة الأشعة يمكن اللي درتها هكا، يمكن أشياء ما بقيتش كنبان واضحة. حتى أنا راه قربت للدار، البنات، العائلة، الأصحاب، الأصدقاء، كنشكركم بزاف، كنشكركم بزاف بزاف بزاف. كنتمنى من كل قلبي أنكم تدعموني، أنكم تعاونوني، تبارطاجيو القناة ديالي، بغيتها توصل للناس كتارين. بغيت نحاول ندير مواضيع، نهضر على مواضيع بزاف، وبغيت ندير شي حوايج بزاف، وبغيت نبين حقيقتنا الطبيعية البنات، بغيت نبين روتيننا اللي حنا كنعيشو فيه اليومي، بغيت نبين هذاك الواقع ديالنا، ما بغيتش نبين الواقع اللي هو مصنع، او الواقع اللي هو فيه واحد
في واحد شنقول لك واحد الماسك، لا بغيت نبين هذاك الشيء اللي هو كاين بصح يبان، مي هو يكون ديالنا اللي هو صحيح ومعقول وما كيضر حتى شي واحد وما كاينه فيه حتى شي حاجه اللي كتغضب الله. هذا الشيء هو اللي باغي، كنتمنى من كل قلبي انكم تدعموني ديال بصح وتشجعوني في لي كومونتير، تحاولوا ما امكن تكتبوا لي لي كومونتير وتكتبوا لي ملاحظاتكم، كيهموني الملاحظات ديالكم بزاف. بغيت ان شاء الله من غير انني نحاول ندير روتينات في الدار بحال هكا شي وصفات بالخصوص اللي قلت لكم باغا داك الشيء اللي كيكون بسات لاي واحد يديره ويكون عنده نتيجه اللي هي زوينه، لا بالنسبه للوصفات الطبيعيه ولا بالنسبه للطبخ. وبغيتكم تشجعوني، بغيت ندير بحال هكا مواضيع مره نقدر نهضر على موضوع معين. كنتمنى من كل قلبي انني نكون خفيفه ظريفه عليكم، وتشجعوني بزاف حتى ان شاء الله ندير واحد العائله اللي هي كبيره. تكون ان شاء الله عائله كبيره اللي نديروا بعضياتنا، نشجعوا بعضياتنا، نعاونوا بعضياتنا ان شاء الله. غنقول لكم البنات دابا بسلامه، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله يكون حتى هو تكون فيه واحد الطاقه ايجابيه. بغيت نهضر لكم البنات ان شاء الله، باغي نهضر لكم على موضوع الخدمه، خدمة الإنسان يخدم فاش ما كان، المهم يخدم خدمة الحلال. إن شاء الله الفيديو الجاي إن شاء الله نكون باركة ونهضروا على بزاف النقط. غنقول لكم بسلامة البنات، أنا دابا راني وصلت.